يعني الناس الأساسية في هذا الموسم. ممكن نمشي شوية نقول للناس احنا عملنا كم مسرحية، عملنا كم ليلة، عملنا كم حفلة، كل هذه الأرقام، وأنا أعرف أنك تعشق هذه الأرقام القياسية. احنا تجاوزنا 22 رقم قياسي في هيئة الترفيه. فيصل ممكن يزودك في الأرقام اللي موجودة عندنا الآن، الأرقام اللي سألت عنها كلها معلنة، بس في أرقام معينة ممكن فيصل الآن يزودك فيها. يعني احنا بنتكلم على، ذكر معالي المستشار انه احنا استضفنا في موسم الرياض الى الان المواسم الثلاثه السابقه 37 مليون، فالموسم القادم نستهدف 15 مليون زائر من داخل وخارج المملكه، ونستهدف ان احنا نخلق 200 الف وظيفه مباشره وغير مباشره، ويشارك في الموسم اكثر من 1680 شركه محليه وعالميه. بالنسبه للسياح يعني احنا اعلنا عن الاسبوع الماضي، تم الاعلان عن الربع الاول من السياح، حوالي ارتفاع 3 مرات، حوالي وصلنا 7.5 مليون سائح، والدخل من السياح في هذه الفتره اكثر من حوالي 37 مليون مليار ريال سعودي، يعني حوالي 10 مليار دولار. موسم الرياض هالسنه نستهدف 1.5 مليون سائح. موضوع السياحه جدا مهم، ملف مهتم فيه سمو سيدي من ضمن الرؤية، معالي الأخ أحمد الخطيب وفريق العمل قاموا بعمل رائع جدا. أنت لما في من تقارن الربع الأول من 22 بالربع الأول من 23، لما ترتفع 300% ولما تحقق أكثر من 10 مليار دولار، معناه أنك حتحقق من السياحة أكثر من 40 مليار دولار. هذا رقم كبير في العام كله، في العام كله رقم ضخم، رقم ضخم، طفرة كبيرة كمان. طفرة كبيرة، وليست فقط سياحة دينية، يعني سياحة حتى ترفيهية وعلاجية وكل أنواع وبزنس، كل أنواع السياحة. اهتميتوا بمحتوى معين، نوعية المحتوى ده في الأربعة أو وإحنا داخلين على الموسم الرابع، المحتوى ده شكله عامل إزاي؟ ما فيش أي محتوى يا عمرو اهتم، يعني إننا يعني إنه معتمدين عليه اعتماد كامل أو مركزين فيه. إحنا محتوى جدا متنوع، المقام الأول فيه والأكثر بالأرقام محتوى محلي سعودي، بعده يجي الأول السعودي المحلي، المحلي السعودي بالأرقام، وبعده المحتوى الأجنبي العالمي، بعده يجي المحتوى المصري، بعده المحتوى اللبناني، بعد المحتوى الخليجي أو الخليجي وبعد اللبناني، بعدين باقي المحتوى العربي وبالأرقام. يعني موسم الرياض يعني العنصر الرئيسي فيه والركيزة هو المحتوى السعودي. ممكن فيصل يزودك بالأرقام اللي 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 الأفريج لآخر 3 سنوات أفريج المحتوى عندنا.